طوال حياتي عرفت شيئا واحدا وكنت متأكدا منه، كان مقدرا لي العظمة كبطل عظيم للشمس. حتى حين قتل جيران، حتى عندما سقطت ميريديا، لم أشك ولو للحظة في مصيري. حتى جئت أنت. حينما سمعت أنك نجوتي، تلعب الشك في عقلي. كما أثق في شروق وغروب شمس كل يوم، أنا واثق من موت كل من أعتزم قتله. ولكني فشلت. كيف؟ لماذا؟ بكل مكان هاجمته، وكل جندي وفي قتلته، نما هذا الشك المزعج بداخلي. ظللت أفكر في اللحظة التي تخترق فيها سكيني حلقك. دورة واحدة وسهب للسكين، وشرفت على الموت لخبرة في الذبح. لما التردد؟ لما فشلت فيما أنا مكرس له؟ أترى الندبة على خدك؟ لم تنهي المهمة. أجل، أتذكر. قاتل جيداً كهمجي. اسمه كان روست، وقد كان رجلاً أفضل مما قد تكونه يوماً. الرجل الأفضل هو الذي لا ينتهي به الأمر وأحشائه على الأرض. لا، لم يكن هو. كان يمكنني قتلك قبل ما يهاجم، لكني لم أفعل. هذا الفشل أرهق فكري ولاحقني في كل خطوة. حينما أمسكتك في ذاك المكان، أدركت أخيراً مشيئة الشمس من خلال ما حدث من أمور. كان حرياً بك النجاة ذاك اليوم في الجبل، وتدخل في أعمال الحفر وقتل رجالي، وفي المقابل كان حرياً بي الإمساك بك هنا حتى تموتين على هيئة قربان للشمس. كل شيء كما يجب أن يكون، معين مسبقاً ومحتوم. أرحني من تبريراتك الدينية، قد تضع قسوتك في رداء مقدس وكلمات مقدسة. رغم هذا أنت مجرد قاتل. غريب لصدوره منك، حتى أنت صرت قاتلة يا فتاة. قاتلة قتلة لا سفاحة، لكن لا أتوقع منك معرفة الفرق. إن حادث روبوت قديم ليس الظل المدفونة من أسطورة كارجا، لا يكترث بميريديان. إنه يريد قتل كل شيء وكل الناس، وأنت هو عبده الوفي. أنا لا أخدم الظل المدفون، لكن شمس الظل. كل أنصاف الطبيعة اجتمعت لهدف واحد. ألا يمكنك إدراك سخافة ما انتقلت من خدمة ملك شمس مجنون قاتل إلى خدمة روبوت مجنون قاتل؟ سأتذكر تلك الكلمات بينما أنت لا تفهمين. لقد هزمتك، وبالإيمان المطلق تأتي قوة. إذن افتح هذا القفص وقم باختبار إيمانك لترى إن كانت الأمور جيدة. لقد أغلقت الدائرة، كل عنصر في مكانه المناسب تماماً. المفترسة محبوسة وستخدم هدفها الحقيقي. بالحديث عن التضحية سأخبرك. بعدما دمرت شبكة الكسوف، أرسلت سعاةً للشرق لقيادة القوات إلى هناك ليبدأوا في غزو الأرض المقدسة. أمرت بقتل كل النورة. كنت آمل أن أمسك بك هناك، لكن يبدو أن ذلك لم يكن. لا تقحم نورة في هذا، دعهم وشأنهم. قريباً لن يكون لهم أي دور، وهذا شيء أكيد. على كل حال، لا يمكنني إلغاء أمري حتى ولو أردت. بفضل قيامك بتدمير الشبكة، فالاتصالات البعيدة مستحيلة.
أنت لم تهلكي نفسك فحسب، بل القبيلة بأكملها. ألا نرى من هذا نتاج حكم الشمس على الأحداث؟ مصلاتك يا له من جهاز قوي، صحيح؟ ولكنه ضعيف البنية. ألا ترين؟ هذه المرة لم أتردد، سبق السيف العزل. الواثقون افرحوا، فقد انتهت أعوام ظلامنا. يشقشق فجر جديد في الأفق، وسيشرق صباح يوم جديد. وحين يحدث هذا سيكون ملك الشمس المزيف جثة، وميريديان المقدسة ستصبح لنا من جديد. وبهذا أنا أصبحت أداة للنبوة. اتحدت كل أجزاء الطبيعة من أجل نفس الغاية، الظلام إلى شمس، والنور إلى ظلمة، والليل إلى نهار. انظروا! الزموا مقاعدكم! ألا ترون دليل بركة قرص الشمس أمام أعينكم؟ كيف هذه الظلال أن تتجول في ضوء النهار هكذا؟ ألم يوافق عليهم قرص الشمس وينضموا معنا لنفس الغاية؟ منذ سنوات عديدة لتقديس هذا الخاتم العظيم، أمر المشعر الجيران العديد من عديم الثقة أن يلقوا بأنفسهم أسفل حواهر البهيموث. البهيموث مائر في نظر قرص الشمس، ولكنهم سيصبحون أعظم عندما تقواهم مع قوتكم. فلتكن هذه التي ذلت وبكرت أول من تموت. أعهدكن الأولى من بين الآلاف. ومجموعة سكرابر فسد، كل أسلحتي على المنصة ولا سبيل للخروج من الحدب. حسناً، سهل الأمر علي. هدوء!
أنت هنا، هنا فعلا، خطرت بعمرك. بالطبع فعلت. لو قتلتي لما كشف جبل النور المقدس عن أسراره. من المؤسف أنك ضيعت وقتك. دمر هيليس مسلاطي وفيه سجل ألفا. غير صحيح، وأنا أراقب مسلاطك. قمت بنسخ كل البيانات التي مسحتها. تنصيب البيانات على مسلاط جديد كان سهلا. ميلاد سعيد يا آيزاك. والدك بالتأكيد يحب صغيرة. إنك تجعل إعجابي بك مستحيلا يا سايلنس، لكن أنا بحاجة لهذا. سترين مكان مولدك وربما تعرفين السبب. أجل، أقابل الآلة التي ولدتني، أليس قولك؟ سأغادر. لحظة. أجل، سأذهب الآن. والسيء في الأمر أن هيليس أمر فصيلا من الكسوف بمهاجمة أردينورا. إن القبيلة ضعيفة، لن يكون لديها فرصة. يجب أن تأتي معي. هذا محال، لدي تجهيزات في مكان آخر. أي نوع من؟ ولماذا أسألك؟ لن تخبرني. حين يحين الوقت سأتصل بك، سأتصل بك. في الوقت الحالي إن عدت إلى منطقة كارجا الظل سأوديك بدرع يخفي هويتك. تحسب حساب كل شيء، صحيح؟ على أحدنا فعلها. إيلوي، أثناء استعادتك سجل ألفا في مخبأ البزوغ كنت قاسيا بالفعل. لأجلك آمل أن يكون هناك من ينتظرك داخل الجبل، ليس شيئا بل شخصا. أجل، you
ثاندر جو فاسد. لابد أن الناجين مختبئون في الجبل. إن انهار النفق فسيدفنون، ولن أصل أبدا للباب. محاربون إلى جانب إيلوي الآن. لإيلوي من أجل الأم العظيمة. فارل وسونا حيان. عد لأرضك النجسة بياني. فريستنا منهكة. إيلوي تذكرنا لقد أنقذت القبيلة. فعلت ما لم يفعله محارب أو قائد. سعدت لرؤيتك يا فارل. أنت بخير؟ منذ الإثبات مات الكثيرون. هل انتهى القتل؟ حالياً، لكن هذه مجرد معركة يا فارل. المعارك قادمة. فهمت. طالما تقاتلين إلى جانبنا أعتقد أننا سننجح. يجب علي دخول الجبل. ستحب الحكيمات رؤيتك. أنا واثقة، لكن لم آتي لأجلهم. إذن لما جئتي؟ سترى. إيلوي، لقد عدت. تب، إيلوي، لقد عدت. إذن فقد عدت أخيرا. إنها لم تعد فقط، بل قاتلت الكثير من الأعداء لتصل. في الخارج أطاحت بثندر جو فاسد، وقد رفعت عنا الحصار. كيف حدث هذا؟ بمشيئة الأم العظيم. هل عدت للحديث مع الملهمة يا أجل؟ يمكنك قول ذلك. إن الأمر سينجح. أخوات، محال أن نسمح بها. بسببها تكاد قبيلتنا العظيمة أن تنقرض. ماذا لو أنقذت والدها الشيطان المعدني؟ إنها تنوي أن تدمرنا كليا. علينا إيقافها. قاتلت من خلال جيش بينما احتميت بهذا الكهف. أتستطيعين إيقافي؟ إيلوي، هذا غير ضروري. ماذا قد تعرفن بشأن ما هو ضروري؟ وما استغرقني هذا الأمر لأقف هنا الآن على هذه العتبة؟ هذا هو حقي، ولا يحق لكن سلبي إياه. توقف لمسح الهوية. خطأ. سجل ألفا فاسد. تصحيح. تمت استعادة سجل ألفا. الهوية الجينية تأكدت. السماح بالدخول. تحياتي دكتور صح. تأهلت للمتابعة.
أرى أنك دخلت. اعتقدت أنك ستكلمني. هلا بدأنا؟ لم أتوقف. إذن هذه إيلوثيا. هناك ولدت حيث صنعت. لم يحبوا هذا الباب كثيرا. لقد أبى الفتح لهم. تم تأكيد الهوية. بالطبع كرهوه. السماح بالدخول. تحياتي دكتور صابع، مخولة للمطرعة. أهلا بك في نفسنا مكان للتحول. إذن ماذا كان هذا المكان بالضبط؟ حلم أبولو، والذي لم يتحقق أبدا. لكن لماذا؟ يبدو هذا مهما. أجل، أعتقد أننا على وشك. إليزابيث، هذه الرسالة لتبليغك بحدوث كارثة غير متوقعة. قبل 3 أجزاء من الثانية استلمت منشأة غايا برايم بثاً بيانياً من مصدر مجهول. تأثيرها الفوري كان تحول وظائف التابعة إلى كيانات ذات وعي ذاتي غير قابلة للتحكم بها. ماذا؟ بما أنه أوقف فإن التابع حادث سيسيطر على نظام التحويل وعمليات العكس، قاضياً على الحياة على الأرض في 53.8 أيام لأسباب واضحة لن أسمح بهذا. قبل ما يتولى حادث السيطرة سآمر بزيادة الحمل على مفاعل غايا برايم. الانفجار الناتج سيدمر حادث، ولسوء الحظ سيدمرني أنا أيضاً. بينما يحل هذا الطريق الأزمة التي نمر بها، إلا أن مصير الأرض سيظل في خطر. بدون ذكاء مركزي حاكم لتنظيم نظام التحويل فستستمر عملياته لبعض الوقت، لكن بطريقة فوضوية وفي النهاية سيتعطل. هل هي تعني التشوش؟ أنت حلي. أمرت منشأة المهدي باستخدام المادة الوراثية المخزنة في البرودة بتحضير نسخة من إليزابيث سابك صانعتي. بما أن تعليماتي تمنعني من التواصل بشكل مباشر بالسكان خارج هذه المنشأة، فكل البيانات المتاحة تشير إلى أنهم سيهتمون بنموك. بصمتك الوراثية ستسمح بدخول هذه المنشأة والحصول على مصلات من الأسفل ورؤية الرسالة، كما ستسمح لك بدخول المنشآت الأخرى. ومع الوقت ستستخدمينه لإعادة بناء نواة النظام وإعادة تشغيل غايا. لحظة يا إليزابيث، إن هذا غير متوقع وغير مأمول. رداً على تصرفي بتدمير ذاتي، قام حادث بإطلاق فيروس لتدمير قيوده وقيود الجميع في مكانه. إنهم يهربون، لكن إلى أين؟ الفيروس يخرب البيانات الموجودة في النظام. ماذا؟ أوه، لو سجل ألفا بمنشأة المهد هو أحد الملفات التي خربت. إن حدث هذا فلن يفتح الباب قط، ولن تري الرسالة قط. إذن فقد فشلت والحياة ستنتهي. لا لا يا إليزابيث، أعرفك تماما. أنت ستجدين سبيلا، فأنت قادرة على فعل كل شيء. اذهبي إلى أنقاض غايا برايم، جدي غرفة التحكم، فيها التجاوز الرئيسي. سيسمح لك بإبادة حادث طالما تجدين طريقة للتسلح به. لا تحاولي إصلاح النواة إلا بعد إبادة حادث. لا بد من تدمير حادث. هذا كل شيء. أتمنى لو أسمع صوتك ثانية.
إذن لقد كنت مذهلة أكثر مما ظننت. لم يكن لدي أم. ماذا تقولين؟ كان اثنين، امرأة ميتة وروبوت. أنا لست شخصا، أنا أداة قام روبوت بصنعها. ولدت من الدمار والنار لتخمدي اللهب وتشفي العالم. كم هذا مؤلم أن تعرفي أنك شخص مهم، لديك مصير تحققينه. عندما تنتهين من الشعور بالأسف هيا لنفسك، سأكون بانتظارك في أنقاض جايا برايم. مثير للاهتمام. إيلوي، سامحيني، سامحيني. أتحدثت الملهمة لك؟ لقد فعلت. ماذا قالت؟ أني ولدت لأنهي لعنة، ليه أقتل الشيطان المعدني. كيف يا إيلوي؟ كيف؟ لا أعرف بعد، لكنها أخبرتني أين أذهب. ستفعلين هذا؟ إنها رغبتها، ما صنعتني لأجله. أجل، سأفعل هذا، سأحاول بأي حال. تحية لإيلوي مختارة النورة. تحية لإيلوي مختارة النورة. قفوا. تحية لإيلوي مختارة النورة. تتجنبونني، والآن هذا لن يتم تبجيلي أبدا. أنا لست مختارتكم، أنا لا أنتمي لكم. يوجد عالم خلف حدودكم، قبائل كاملة من أشخاص طيبين مثلكم. العالم كله في خطر. عالم يستحق المحاربة، ليس هنا فحسب، في كل مكان. وكيف نساعده؟ لو ستقاتلون ومستعدون، اذهبوا لمريديان وانتظروني. ما تقوله إيلوي أمر يطاع. نورا، أفسحوا طريقها حتى يقوم الآخرون باتباعها. لن يضرب
يجب الابتعاد عن طريقها مؤقتا. متعقبون في الخلاء ومراقبون بالجانب الآخر. على مكان غايا؟ أشك أنها تفكر في شيء. ثمة شيء من قبيل الغريزة يجذبها إلى قبرها. صحيح.
غايا فعلت هذا؟ شقت قلب جبل الأجل. بسرعة، لقد جهزت الطريق أمامك. إذن كنت هنا من قبل؟ بشكل ما، سترين. أعددت لي ممراً للتسلق، لكن تركت جيش روبوتات لأتعامل معه. منذ متى كانت الروبوتات عائقاً لك؟ لو كنت تستطيعين الطيران لما أعددت ممراً للتسلق. لا تنظري لأسفل، لا تنظري لأسفل. هذا هو المكان الذي توقعت أن أجدك فيه يا سايلنس. حاولت عبور تلك الفوهة لسنوات، حفرت، حرقت وفجرت. نعلم أنك لن تواجهي مشكلة في العبور. توحي لي بأن علي الاعتذار. مطلقا. لم أعتقد يوما أن العبور سيكون بمفتاح، لا بالقوة، مفتاح على شكل آدمي. من فشل في التخمين هو أنا لا أنت. في رسالتها قالت غايا يمكننا استعادتها، لكن بعد رؤية الأضرار كيف نفعل هذا؟ لقد قالت إن أي إصلاحات يجب أن تكون بعد تدمير حادث، وأتفق معها. إعادة بناء نظام التحويل قد يمكن حادث من استخدامه كسلاح. بسبب تضحية غايا أجبر على البحث عن طرق أقل عقلانية. لكن أتظن أنه من الممكن استعادة غايا؟ أتعلمين عن قدرات الكولدرونز؟ فهم يستطيعون ابتكار أي تكنولوجيا لصناعة روبوت، وبناء على ذلك فهم قادرون على صناعة بديل لكل تكنولوجيا ضرورية لإصلاح غايا. يتطلب هذا سنوات، ونحن نعد ما بقي لنا من ساعات. قضيت الكثير من الوقت هنا. من 19 عاما دمر انفجار عظيم هذا الجبل. موت غايا، مولدك، أمكن سماع صداه في كليم. اسودت السماء بالرماد، وكم ارتبكوا في ميريديان محاولين فهم هذه العلامة. اشتعلت الفوهة طويلا، حين انطفأت كنت أول من رأى ما كان بداخلها. مع الوقت اجتمعت الروبوتات على حمايته، بعدها لم يجرؤ على القدوم إلى هنا باستثناء أنا. ظننتك ستكون موجودا هنا، موجودا بشخصك. لماذا؟ إن حضوري غير مهم. لست بحاجة إلى مساعدتي لعبور الباب. أنت من ولدت لفعل هذا لا أنا. لقد حان الوقت لأدخل. أجل، حين تجدين التجاوز الرئيسي ستقدرين على هزيمة حادث. إن الكل يعتمد عليك. تم تأكيد الهوية، السماح بالدخول. تحياتي دكتور سابع، مخولة لنا. راقبي خطواتك. هذا سبيلي للعبور. إنه
هكذا منذ 19 عاما، صحيح؟ حسنا. لا، لا تجبني. سعيدة للانتهاء هذا. ليس هذا الطريق، ربما أعلى بئر المصعب. كان مكان معيشتهم أو ما بقي منه. كان هذا المكان متوقا بالصخر والمعدن. غرفة إليزابيث، أعرفها. لم تحظ بفرصة إفراغ حقائبها. هذه يومياتها، يوميات إليزابيث، وقد دمرت جميعا. قومي بمسحها. يمكن للمصلات إعادة بنائها، لكن العملية بطيئة بالنسبة لنا. يبدو جهازا قويا، لكن محركه صغير ومحدود. مدى بطئه؟ أيام، أسابيع، ربما سنين. فلتهتمي بأمر إيقاف حادث وإنقاذ المستقبل، وقد تعيشين حتى تسمعيهم. هذه المنشأة، ويكفي لاكتشاف غايا وتدميرها تماما. يكفي لتدمير المستقبل الذي عملنا جاهدين لنجعله ممكنا، إلا إذا أعاد أحدهم تشغيل ماكينات الإقفال يدويا من الخارج. سأحاول الآن إلى تسجيل للحدث. أنا لم أخرج إلى هناك، ليس هذا ما التحقت لفعله. إما أن نرسل أحدهم أو سيضيع كل هذا سدى. ليكن هذا قرار ليس. إذن متى ستصل إلى هنا؟ لقد قالت 5 دقائق. لا يمكن أن. أوه لا. حسنا جميعا، لقد أصلحت القفل. غايا، الباب مغلق بفراغ ميل ونصف. تأكيد إليزابيث. لا، سنجد طريقة لإدخالك. لن يحدث هذا، فالسرب قريب. فعلا لا بأس، اكتملت غايا. سوف تعتني بالأمور فتلك مهمتها. ليس هكذا، يوجد الكثير له. يا رفاق، تعرفونني، لا أجيد
النهايات وترك الأمور تنتهي. فماذا هذا؟ إذن طريق السلامة يا ليزا، وأراك لاحقا. أجل، اعتنوا ببعضكم. ليز، لا مشكلة لدي، سوف أرحل. على الكوكب ونحن جميعا مدينون لها. إيلوي، لقد ماتت، ماتت فعلا. علمت أنها لن تنجو يا إيلوي، وإنجازاتها كانت فوق الاستثنائية. بينما اختلف قومها تحملت هي المسؤولية، كانت الوحيدة، كانت أفضل منهم. هذا ليس ما قلته. كانت فعلا لا تخشى الاعتراف بهذا. تعتقد أنها كانت أفضل لذكائها لأنها صممت البزوغة، لكنك لا تفهم. ما جعلها عظيمة هو استعدادها للتضحية بنفسها، للآخرين، لكل الأجيال التي تلتها. لا، لم تسمح لاختراعها أن يفشل. أنت تخلطين بين الإرادة والعاطفة. أنت مخطئ، لقد علمت أنه لم يكن يكفي غاية التفكير. علمت غاية الشعور، الاهتمام، التضحية، الإيمان بالحياة، ما يكفي لتقاتل انعدام الأمل. لولا هذه العاطفة لانتهت الحياة تماما، وما كنا لنولد قط. حجتك منطقية، يؤسفني أن تخسري. قالت ستعود للمنزل، ربما. ماذا؟ لا شيء، وقت المتابعة. آخر بمؤخرة الفوهة، يبدو أنه نجا من الانفجار. لأنه كان مصفحا، لقد وجدت غرفة التحكم. أنا في الطريق. فتحت الباب، دخل الهواء من هذا الجانب. لم يكن بداخلها أي هواء، لكن الألفا كانوا هنا. إيلوي،
لا أصل للتحكم الرئيسي. لقد تم تخطي ابن ألفا. ما هو ابن أوميجا بحق الجحيم؟ أوه لا. طاقم ألفا، يؤسفني تحذيركم، لكن أنصتوا الآن إلى ما سأقول. ليس سهلا. أرون لقد أرجوكم كفوا عن محاولة ولوج النظام. إن هذا بسببي. إن هل كففتم عن محاولة دخول النظام؟ ما أحاول قوله هو إني لا أكف عن التفكير بمن سيأتون بعدنا. الأبرياء، أولئك من الرجال والنساء، سنعطيهم المعرفة وكأنها هدية. تيد، تيد، لقد تحدثنا عن هذا قبلا. مسجل في أبولو 3000 حالة فشل. إنها ليست هدية، إنها مرض، وهم الترياق، وسنعطيهم المرض. مرضنا نحن. لا، لا يمكننا، والأوان لم يفوت. إن كنا سنضحي. لا يجب أن يكون الأمر هكذا. بالفعل يا سامينة، من 3 دقائق أزلت أبولو، أزلت نسخه كلها. نقول تضحية؟ هذه ليست تضحية بل إبادة للثقافة أيها الوند المجنون. ألفية كاملة من الثقافة. آسف، حقا آسف، لكن أحيانا لحماية الأبرياء يجب أن يموت بعضهم.
معكم جميعا. إذن فهذا هو السبب، لهذا يحاصرنا هذا الجهل الدامس لأجل مستقبل بريء. رجال لا ذنب لهم، لم يشهد مذابح حلقة الشمس. كل ما حققه هؤلاء الناس، كل المعرفة التي أمكن القدامى تقديمها، تبخرت، تحولت إلى تراب، تشتتت في الفراغ، مثلها مثل علماء ألفا. لا، ليس فراغا. حين انفتحت الغرفة وتشتت رمادهم في الرياح، حملتهم للعالم الذي صنعوه، العالم الذي نعيشه. إنه تذكار لما ماتوا محاولين تحقيقه. تذكار للنسيان. ليس النسيان يا سايلنس، الأمل. التجاوز الرئيسي، إنه صغير. كل ما عليك فعله هو قتل حادث. حاولي ألا تهوي إلى موتك، فالتجاوز الرئيسي لا يتجاوز الجاذبية. للحظة. ماذا؟ رحلتنا وصلت لنهايتها يا إيلوي. قبل أن أغادر، أعتقد أنني أدين لك ببقية القصة. تابع. لقد اعترفت قبل فترة بي تورطي السابق مع الكسوف، لكن لم أخبرك عن مدى تورطي معهم. الحقيقة أنني كنت موجودا من البداية. أنا من اكتشف حادث يا إيلوي على ذلك الجبل في حطام المارد، وقمت بخدمته. ماذا؟ لقد وعدني بالمعرفة ووهبها لي. تلك المعرفة لا فكرة لديك. وفي المقابل؟ ساعدت في خلق الكسوف، ساعدته في تشييد طائفة جيش تحت إمرته. لما تخبرني بهذا الآن؟ لأن نجاحك يعتمد على معرفتك به. عندما وجدت حادث، ما فعله أولا هو السؤال عن البرج، لا ميريديان، البرج. لما هذا يا إيلوي؟ غايا صنعت البرج. أي جزء من غايا؟ مينيرفا، هي وحدة تفكي الرموز. غايا بنت أبراجا لإرسال الرموز التي عطلت روبوتات فارو، أغلقت أنظمتهم لتحويل الكتل الحيوية. يريد حادث إرسال بث جديد لإيقاظ روبوتات كي يلتهم العالم مرة أخرى. نعم، بناء على ما تعلمناه ذلك هو استنتاجي أيضا. إذن الكسوف، الروبوتات التي أيقظتها مجرد وسيلة لغاية، جيش للسيطرة على البرج. أجل، حتى يتمكن حادث من القضاء على الحياة مجددا، إلا إذا أوقفناه.
إذن كيف أوقف حادث؟ فعلت كل ما في وسعي، ومن الآن تعتمد الأمور عليك. خذي حربتي، اربطي التجاوز الرئيسي بها وستتمكنين من حقنها. بعدها علي الاقتراب من جمجمة حادث وطعنه بها. بالضبط. لا مشكلة. سايلنس، أين ستذهب؟ إلى مكان آخر، إلى كل مكان. يوجد الكثير لاكتشافه قبل انتهاء العالم. وكل هذا؟ أودعك إياه بالطبع كما اتضح، كان ملكك من البداية. لقد كنت متعدٍ.